تشغيل بث مباشر للفيديوهات المباشرة للخلفية على حسابك الخاص تيك توك. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية وضع الفيديو للبث المباشر للخلفية على حسابك الخاص تيك توك. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأعلى، هنا نقوم بالضغط على لايف أو البث المباشر، نقوم بالضغط عليه، وبعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل البث المباشر الخاصة هنا في هذه النافذة. بعد ذلك سوف نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على هذه العلامة، نقوم بالضغط عليها، ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل. نأتي إلى تشغيل في الخلفية، نقوم بالضغط عليها، ثم بعد ذلك تقوم باختيار نوع صورة داخل الصوت أو هنا الصوت أو هنا إيقاف تشغيل في الخلفية، وبعد ذلك يمكنك أن تقوم باختيارها لوضعها في الخلفية على حسابك الخاص تيك توك. وهنا نكون قد انتهينا. لا تنسوا الاشتراك وضغط زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.